رايح وي. صبحكم بألف خير. اليوم الأربعاء 29 شباط فبراير، اليوم آخر نهار بشهر شباط. كيف رح بيكون اليوم؟ القمر موجود ببرج الجوزاء، يعني بمربع مع الشمس، يعني في عنا برجين اليوم نوعا ما أجواء متقلبة مثل مواليد برج العذراء ومواليد برج القوس. كيف رح بيكون هالنهار؟ علما أنه ثلاثة أيام ورا بعضها، اليوم وبكرة وبعد بكرة، القمر رح بيكون بنفس الموقع بنفس الزاوية وتقريبا نفس التأثيرات. خلونا نبلش مع برج الحمل. بقوله اليوم لمولود برج الحمل، تتمتع اليوم بديناميكية، أنت إنسان اليوم بتحرك أي منطقة أنت موجود فيها، سواء كنت طالب، تلميذ، بالصف، بالمدرسة، الشغل، بالمكتب، وين ما كان، الأجواء نشيطة جدا، لكن مطلوب منك تكون واضح بكلامك تفاديا لحلوث أو لحصول أي التباس، وبتبقى الأكثر حظا 14، 15 و16 نيسان أبريل. أما بالنسبة لبرج الثور، الجو بيناسبه لمولود برج الثور لأنه بيطلع من مرحلة الانطلاق، امبارح انطلق أول امبارح، اليوم عارف حاله وين رايح، اليوم في خطة ثابتة وواثقة من نفسها باتجاه هدف معين، مع احتمال انك تحصد اليوم الدعم والتأييد. الأكثر حظا 26 ل 29 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم مولود برج الجوزاء، الأجواء عنده بتحمل انطلاقة جيدة جدا، مهمة جدا. بهالثلاث أيام عند مولود برج الجوزاء يتقرر أمر ما، يعني يا أما منه لحاله بيتم، يا أما بتسمع جواب، يا أما أنت بتاخذ قرار والخطوة. إذا بهالثلاث أيام عند مولود برج الجوزاء هنالك أمر مهم سوف يحدث وسوف يظهر، والأكثر حظا 19 و20 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، الجو شوي بطيء عند مولود برج السرطان، النار صارت خفيفة، لذلك ما تستعجل، ما تكون متطلب لا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة. الأجواء يمكن بتحمل تأخير ويمكن بتحمل لك شوية إحباط، بمعنى أنه أنت عم بتحاول وما في نتيجة. طول بالك مولود برج السرطان، السبت والأحد أجمل ما يكون، لذلك طول بالك، ما تاخذ قرار ولا خطوة أبدا على الإطلاق. وبتبقى المواليد الأوفر حظا 1 2 3 و 4 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد، اليوم نهاره أفضل وأريح من اليومين اللي مرقوا، شوي مهضوم مولود برج الأسد، بيعطي أكثر، بيساعد أكثر، وقادر أنه يخدم الناس بسرعة، مش أن الواحد يطلب مرة ومرتين منه، بالعكس تماما يهب للمساعدة. أصلا مولود برج الأسد نهارك ما بيكمل إذا ما قدمت مساعدة، وبالتالي عندئذ وفقط عندئذ مولود برج الأسد بيمشي شغله وبيحصل النتيجة. الأكثر حظا 26-27 تموز يوليو. بالنسبة لبرج العذراء، اليوم بعتبرها نهار كتير مهم بالنسبة لك، ويمكن بالتالي تشعر بدرجة أو بنسبة أعلى من التوتر من غير أيام. مولود برج العذراء نهار اليوم كتير مهم، الأضواء كلها مسلطة على أدائك، على شغلك. إذا محضر حالك مهم منيح بيكون نهار مهم، إذا منك محضر حالك من المستحسن أنه يتأجل الموعد إذا بتقدر، يا أما تعجل وتشوف شو بدك تعمل، مش بس اليوم، بكرة وبعد بكرة أيضا. كون حذر جدا 5-6-9 أيلول سبتمبر. بالنسبة لبرج الميزان، نهاره حلو مولود برج الميزان، بيفرح، بينبسط، بكيف، الأجواء داعمة لإله، في سفر، في شغل مع أشخاص جديدة، مع وجوه جديدة، مع أفكار جديدة، لكن ما عندك أي مانع لأنه أنت اليوم تظهر انفتاح واستيعاب للأمور المختلفة والمتنوعة. الأكثر تعباً بعده 26-27 سبتمبر و22 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب، مولود برج العقرب هالغيمة اللي كانت موجودة امبارح وأول امبارح زاحت، بلشت الأمور تتحلحل، هنالك جواب وهنالك وسيلة لحتى تنبسط ولتطلع أنت راضي وغيرك كمان راضي. اشتغل هالثلاث أيام لحتى تقطفها السبت والأحد، والأكثر حظا 1-2-3-4-5 نوفمبر. أما بالنسبة لبرج القوس فهو اليوم من الأيام المتعبة المحرجة والمربكة لإلك، سواء على صعيد شخصي، عائلي، أو مهني، من الأيام المتعبة، فانتبه ما تجرس حالك، ما تبهدل اسمك. الجو اليوم بيطلب من مولود برج القوس ياخذ ويعطي بكل هدوء بكل رواء، التمرد، التراث
والاستخفاف بالوجبات اليوم خطأ فظيع. الأكثر توترا 30 نوفمبر 1-2-3 ديسمبر. بالنسبة لبرج الجدي كتير مشغول مولود برج الجدي، ويمكن إذا عنده عامل مواعيد للاستراحة يمكن يضطر يلغيها لأنه الوقت بداهمه والأجندة طويلة. حاول مولود برج الجدي تكون عارف حالك شو بدك، شو هدفك بهالنهار لحتى ما يروح دعان. الجو متعب نشيط جدا، ما بتهدأ مش بس اليوم، بكرة وبعد بكرة. الأكثر حظا بالرغم من هالجو 28-30 ديسمبر. بالنسبة لبرج الدلو الجو إيجابي عند مولود برج الدلو، عاطفي، بيعطيك اللي بتريده، بتكون راضي، أجواء عائلية حلوة مع أولادك، في تفاهم، في تناغم مهني أيضا، كرر المحاولة. الأكثر حظا 18 شباط فبراير. آخر الأبراج برج الحوت، يمكن طالع عباله ويا ريت بيقول قاعد بالبيت ومرتاح. اليوم مولود برج الحوت أمر ما عائلي شخصي أو منزلي بيطلبك، يمكن راجع من سفرة بدك ترتاح، حابب أنك تقعد وتستقر في مكان مألوف يعيد إليك الروح هيك الشعور بالطمأنينة. أيضا في نوستالجيا عند مولود برج الحوت، وانتبه ما تشعر بتراجع صحي. الأكثر انفعالا 3-7 أدار مارس، وبختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنة كتير مهمة شخصيا مهنيا وعائليا. أدار مارس تموز يوليو نوفمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي.